لاعبين راحوا لي سيبورتر، هما اللي راحوا لي سيبورتر. انا نشوفوا ماندي هو اللي راح للانصار، شفنا غلام ايضا رغم انه كان عنده يمين شويه كان غضبان الى انه راح للمناصر، راح للمناصر وتكلم معاه. يعني هل تعتقد بانهم ربما استمعوا شويه كلامك؟ نشاهدوا في الصور الاخرى لاعبين خداو صور مع الانصار منذ بدايه الدوره، لم يقوموا باي محاولة للتقرب من الأنصار. شاهد علي بن شيخ رشيد، خلينا نشاهدوا الصور. أنا نشاهدوا الصور، اللاعبين هما يلتقطوا في صور مع مناصرين المنتخب الوطني الحاضرين هما. رايحين لونطريمون، نعم رايحين للتدريبات، نعم. ولكن دابيتود يروحوا للتدريبات وحدهم وما يتلاقاوش مع الأنصار أو يفيتيو الأنصار بحضور حتى بعض المرافقين اللي منعوا حتى الاقتراب الأنصار منهم. نشاهدوا بأنه اللاعبين اليوم كانت عندهم أوجه ربما نقدر نقولوا بشوشة يعني نوعا ما عكس المرات السابقة. رشيد خليدي برك نكملوا صور، شوفوا كيفاش بن طالب هو اللي راح عند المناصر لأول مرة. نشاهدوا صور مثل هذه. من نعطيك الكلمة رشيد، علي بن شيخ هل استمع لكلامك والجمهور بدأ يشعر أو اللاعبين بدأوا يشعروا بأنهم بحاجة إلى هذا الجو الحميمي اللي يخليهم ربما يعاودوا يبرزوا بالجديد؟ أنا أشوفك تضحك ما بيش على نضحك سبحان الله العظيم. ناس زمان واش يقولوا، يقول لك نهار يبان لك دب يفضح ناسه. فهمت؟ هذه صار زينتو سيتادير مليحة، حاجة مليحة قبل ما يكونوا قرب من الأنصار ولا سيتر وطار مليحة. إيماجين نربحوا مع تونس بدو 2-0 يقابلوا الشعب هكذا ما يخرجوش. إي دوك ماشي، هذه اللي ما نحبش أنا، هذا الكذب اللي ما نحبوش. ما هذيك قلت لك نهار يبان الكذب يفضح ناسه. يفضح ناسه شكون؟ خاطرش كل شيء كذب أنا ليا، ماشي لاعبين، ما منهمش لاعبين والله منهم هم. البارحة فيهم بلاك أوت، ما خلوش من بعض صحفيين يدخلوا للربع ساعة المسموحة من طرف الكف، ولكن اليوم الأمور عادت شوية إلى مجراها الطبيعي، فيها نوع من يعني لا سوبلاس، شوية سوبلاس مع صحفيين ومع الأنصار. أنا واش ما نحبش، واش ما نحبش؟ ما تحبش من الاكسترام للاكسترام. الله يعطيك الصحة. أنا نحب كاين فريق وطني جزائري كما يقولوا سارتا، كاع جزائريين كي يدرب ويجيو الناس يعنقوك، حبوا ياخذوك معك تصويرة، أعطي لهم كالكو مينوت تصور معهم حكي معهم من الأول وأنت هكذا. فو با تفابريكي مع الأول، تفابريكي حاجة بعيدة معجزة امبوسيبل تلحقها، ومن بعد كي تبدا يلحق الدونجي تبدا انت تروح ليهم. لا علي زيد نفكرك في حاجه، نفكرك في حاجه وعشناها هنا في الاستوديو. لو انتم ما فاكرين مباراه الجزائر نيجيريا، اللاعب لما خرجوا ما فيش اي لاعب في صور ما ضحك يعطي، ما عادش يديروا تصريح هذا هو. ولكن معليش هذه الامور، معليش احنا اللي نتمناوه رضوان، نتمناوه ان منتخبنا يظهر بمستوى جيد امام السنغال. هذا الامور هذو ما سي منين، ولكن احنا واش ننتظروا؟ ان منتخبنا يظهر بمستوى جيد ان شاء الله امام السنغال. لو الامور ما مشات كما لازم كما يقول لك باي باي لهذا. انا هذه الصور اسمح لي عليا دقيقه بر، هذه الصور ذكرني شغل هذاك الواحد راح يغمق واش ترمي له يشد هكذاك. هادو صرا لهم اليوم سي لا ميم شوز كيما قال علي بالمثل تاعو، هذا شغل كوم شو واحد كي سي نواي اللي ترمي له فيها يشد هكذاك. هادو شوف رضوان لا جيستيون، انا كنت حاب نطاكيني برك علي إيه؟ من بعد انت نحيت لي البار كنت راح نطاكيني هو إيه؟ ماشي ماجر كنت نقول انت تاك بقري كي كنت تلعب فوتبول ما كنتش حاب تتلاقى مع الناس، ما كنتش حاب تصور مع الناس. لو كان تقولها كنت تقولها يضحكوا عليك الناس. علاش يضحكوا عليك؟ يضحكوا عليك الناس خاطرش انا خاطيني هاد الشوفه. وماجر بيا على ماجر. لا ما مصطفى ما كانش يلعبها شويه يتكبر. لا والله ولو كان جاي يتكبر ما نهضرش معاه انا. لا ما نهضر معاه. يتكبر حتى وكي كان في بورتو في عز عطاء وماركا لاطالوناد وكان بقى نفسه. لا انا من نهار نعرفه مصطفى انا نهضر على روحي هو هكذا. ما تقوليش سي مصطفى. انا غاردي دو بون ريلاسيون سيدي دي كاركتر، كل واحد كاش يشوفوه الناس كيفاش. انا بوتاتر بوكو بليس باسكو نايت في كارتي بوبيل وقعدت ندور نبهي ما ويلا طرو فواياجي وراح وكدايا بوتاتر يبان ديفيرون. كاين اللي عندهم اون ايماج يقول زعما ما جا بالك ما يتكبرش. سيدي كاركتر عمرك ما رفضت صوره مع احد.